الدكتور محمد عبد الرؤوف استاذ الامراض الباطنه والسكر بكليه الطب جامعه المنوفيه. احب اتكلم اعزائي المشاهدين على النوع الثاني من مرض السكري، وده النوع الاكثر انتشارا اللي بيمثل حوالي من 90 ل 95% من انواع السكري. هذا النوع عادة بيحصل في سن متقدم بعد 30 أو 35 سنة، عادة بيكون ليه عوامل مخاطرة، نقدر نقول إن العيان ده عنده قابلية أن يحدث له هذا النوع من السكر، وأكتر حاجة فيها العامل الوراثي. في عوامل بيئية أخرى بتساعد إن هذا العامل الوراثي ينشط ويحدث السكر، زي السمنة، زي النظام الغذائي الغير صحي، زي عدم الحركة وعدم النشاط البدني. عشان كده في سؤال مهم جدا ساعات العيان او قريب العيان بيطرحه، هو انا ممكن احمي نفسي من النوع الثاني من السكر؟ نقول له نعم، لو انت شخص عندك عوامل مخاطره تقدر بالنظام الغذائي الصحيح، بالمحافظه على وزن مثالي، واحيانا ببعض العلاجات البسيطه المنظمه للسكر نقدر ناجل حدوث النوع الثاني من مرض السكر. بنصح برضو اعزائي مرضى السكري ان احنا دايما بنقول هذا المرض هيبقى صاحب وملازم لك طوال فترة حياتك، وعشان حضرتك تعيش حياة مستقرة وهادئة وتتجنب مضاعفات هذا المرض، بطلب من حضرتك ثلاث حاجات: ان تلتزم بنظام غذائي صحي، بيكون عند حضرتك نشاط جسماني وبدني ولو 30 دقيقة كل يوم أو على الأقل 5 مرات في الأسبوع، تلتزم بالعلاج اللي هيختاره لك الأخصائي أو استشاري السكر بتاعك، حضرتك تلتزم بالمتابعات بتاعة السكر، لأن هذا النوع من السكر تقدمي قد يحتاج إن حضرتك من فترة لأخرى تغير في العلاج، تغير في كميته، تغير في الجرعات بتاعته. فدي نصيحة لكل مرضى السكري، وأتمنى لهم الصحة والعافية.